اليوم اللي جات تزامنا مع مجموعه من الاضرابات اللي كنخوضوها الان كمعركه اساسيه بالنسبه للقطاع الثانوي التاهيلي او قطاع التعليم العمومي ككل. هذه المطالب ديالنا جات في اول القائمه ديال هذه المطالب هي اسقاط النظام الاساسي الذي جاءت به الوزاره لكي تثقل كاهل الاستاذ. ايضا يجب اعاده النظر فيه بطريقه كليه، لان السيد الوزير يتكلم عن تحفيزات بالنسبه للاساتذه والاستاذات، لكن مع كامل الاسف ليست هناك اي تحفيزات، هناك اثقال كاهل الاستاذ بجميع المهام الغير مؤدى عنها، وايضا اسقاط قيمه الاستاذ كمدرس، لاننا اصبحنا في النظام الاساسي عوض ان نتكلم عن المدرس وقيمه المدرس، اصبحنا نتحدث فقط عن موارد بشريه التي يجب ان تقوم بمجموعه من المهام مثلنا مثل باقي القطاعات الاخرى دون اي تعويض ودون اي اكتراث لكرامتنا نحن كاستاذ. الهم ديالنا ليس فقط هي الزياده، وانما هناك هموم كثيره مشتركه، واهمها الحفاظ على كرامه الاستاذ في قدسيته التي كان فيها دائما وابدا. ثم ايضا المطالب ديالنا هي مطالب مشروعه لجن هذا النظام الاساسي باش انه ينقد على المطالب ديالنا جمله وتفصيلا. كما قلت اولها هي اسقاط هذا النظام المشؤوم جمله وتفصيلا. النقطه الثانيه كنتحدثوا ايضا على ادماج الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد لسنوات وهما كيعانيوا من هذا الازمه او هذا الزلزال الذي ضرب القطاع ديال التعليم. نتحدث عن درجه جديده التي وعدتنا بها الوزاره في اجتماع 26 ابريل 2011، وهي احداث درجه جديده بالنسبه للثانوي التاهيلي. ايضا المهام التي اوكلت للاساتذه يجب ان تكون مهام مؤدى عنها وليس مهام فقط شرقا وغربا. نطلب ايضا من الوزير ان يسحب ما قاله في جلسه امس الجلسه التشريعيه حينما تحدث عن ان اوراق تصحيح للاساتذه هي كفيله بتحسين الوضعيه ديال الاساتذه، وهذا تهكم كثير بالنسبه للاستاذ وافقاد لكرامته، ونحن الان من اجل صراع الكرامه دائما وابدا. في حاله المطالب ديالنا ما تنفذاش بطبيعه الحال، حنا تنسيقيه منظمه اللي كينظمها المجلس الوطني. الوغ المجلس الوطني بعد التداول وبعد ايضا الاخذ بالمقترحات ديال باقي التنسيقيات وايضا المقترحات ديال الفروع ديال التنسيقيات ديال الثانوي التاهيلي، سيكون طبيعه الحال هناك صعيد، والتصعيد الهدف ديالو هو اننا ما غاديش نهبطوا يدينا حتى نالوا المطالب ديالنا. 17 المكون الحدود اللحظه اللي رافضا كليا للنظام الاساسي. ملي كنقولوا 17 المكون، 17 التنسيقيه ونقابات وغيرها رافضه للنظام الاساسي، ونجد بان الوزير بن موسى كيخرج كيقول بان هذا النظام الاساسي هو نظام متقدم يستجيب للمطالب ديال الشغيله التعليميه، كنسالو شكون هادو اللي في الشارع؟ هاد 17 المكون للنسبه ديال الاضراب تصريحاتهم الرسميه انها وصلت ل 90% من الشغيله التعليميه، كنتحدثوا على 300,000 استاذ 90% فيهم دايره الاضراب ورافضه كليا لهذا النظام الاساسي لانه لا يستجيب للمطالب ديال الشغيله التعليميه عموما، بل والاكثر من ذلك تراجع على مجموعه من المكتسبات ديال الشغيله التعليميه. اذا كان الاستاذ بالامس كانت عنده مهمه هي التدريس، فهذا النظام الاساسي اليوم جاب مهام اضافيه من غير مهمه التدريس بدون تعويض. اذا كان الاستاذ بالامس كانت عنده نفس العقوبات ديال الوظيفه العموميه، فاليوم هذا النظام الاساسي جاب لنا جوج صفحات كلها خاصه بالعقوبات. اذا كان الاساسي ده المفروض عليهم التعاقد بالامس يناضلون من اجل الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، وخرجات الوزاره المتعاقبين على الوزاره كلها تبشر بادماجهم. امزازي في 2018 كيقول ما بقاش التعاقد، كيجي من نورو بن موسى وكيقول ما بقاش التعاقد، كل مره كيجي واحد وكيقول لك راه دابا ما بقاش التعاقد، خرجنا هذا النظام الاساسي ما بقاش التعاقد، خرجنا هذه الانظمه الاساسيه ما بقاش التعاقد. غيجي وزير اخر عاود يقول لك اليوم ما بقاش التعاقد، بمعنى ان التعاقد كاين وانه هو مجرد متاجره سياسيه من طرف الوزراء المتعاقبين. واليوم في هذا النظام الاساسي تم تكريسه واعطائه الصبغه الشرعيه القانونيه، ويكفينا ان نعود للماده 2 من النظام الاساسي فنجد بان النظام الاساسي خاص من جهه بموظفي الوزاره اللي هما الاساتذه الرسميين، ومن جهه اخرى خاص بمستخدمي الاكاديميات، وكنعرفوا بان الاكاديميات مستخدميها هما المتعاقدين. اذا يكرسه، بل اكثر من ذلك يضيف الاعباء على الشغيله
التعليمية. يكفينا أن نرى في العنوان ديالها النظام الأساسي، أو هو نظام أساسي لموظفي قطاع التعليم ماشي لموظفي الوزارة، بمعنى أن الطرف الشغل هنايا ماشي الوزارة، الوزارة مابقاتش كتوظف، وبالتالي تم الإجهاز الكلي على الوظيفة العمومية في قطاع التعليم. وهذا السخط ما هو إلا تعبير، وهذا التواجد ديال الجماهير الأستاذية على المستوى الساحة ما هو إلا تعبير عن الرفض الكلي للنظام الأساسي، والمطالبة بإسقاطه وسحبه، والمطالبة بالإدماج الفعلي في سلك الوظيفة العمومية بمناصب مالية مقيدة في الميزانية العامة في قانون المالية، تحدث باسم الوزارة، وأن تتحمل المسؤولية ديال التوظيف الوزارة باعتبارها هي الإدارة العمومية التي مخول لها أن توظف. أما المؤسسات العمومية كالأكاديميات ليست من صلاحيتها التوظيف، ولا يعتبر مستخدمها موظفين عموميين.